لله الجديد كاين. انا صورت جوج الاعمال، كاين عمل مع دريس الرخ وعمل مع مراد الخودي، وكاين مازال ان شاء الله الجديد القدام اللي عاد غادي يتصور ان شاء الله. وكاين نتمنى غير الله يرفع علينا هذه الجائحة ديال الكورونا باش الفنان المغربي يخدم ويقدم أعماله للجمهور المغربي. بالنسبة للحين محمدي، هو كما تيقولوا هو يعني أرض خصبة الفنانة الكبار اللي دازوا في الحي محمدي، من بدأوا من مفتاح، بدأوا الناس الغيوان، باطمة، بوزميع، عمر السيد، رشيد باطمة، الإخوان باطمة، كلهم يعني الحي محمدي أعطى واحد الكثير ديال الفنانة، منهم حاتم عمور. يعني الحمد لله احنا كيتعطانا بينا المثل، كيحسبونا بحال اللي تيقولوا المصريين اللي ما شربش منين ما يكونش فنان. حنا تنقولوا اللي ما دازش من الحي محمدي ما يكونش فنان او مثقف او سياسي. يعني الحي محمدي كنفتخروا به كاولاد الحي محمدي، اعطى واحد العدد كبير من رياضيين، من فنانة، من سياسيين، من مقاومة، اعطى بزاف الحي محمدي، وحنا فخورين به. بالنسبة للفنانة ولا صغار لا القدام لا كاين واحد الحب كثير بيناتنا، كنحبوا بعضياتنا، وكل ما واحد ولد الحي محمدي دار شي حاجه الا كتكون مفخره لنا كلنا كولاد الحي محمدي، بحال حنا كنديروها كلنا. الا جيتي في الدار الغيوانيه، راه الدار الغيوانيه بدات في الحي محمدي. الثنائيات، واحد العدد كبير ديال الثنائيات، منهم ثنائي الصدقة، منهم ثنائي عازل فلان، واحد العدد كبير ديال الثنائيات. المسرح كذلك عدد كبير ديال الفرق المسرحية. غاش غنقول كان افتخار كبير. تنتمنى وترجع هذيك الحقبة وترجع تاني التهافت ديال الجمهور على العروض المسرحية. فكنا فخورين ولازلنا نفتخر بهذيك الحقبة اللي دوزنا. أنا كنا كنقدموا عروض اللي لولا الدعم ديال الجمهور، لولا التشجيع ديال الجمهور، ما كناش نوصلوا لهذاك القوة ولهذاك النجاح في المغرب، قاطبة من طنجة لكويرة، ماشي سهل. ولكن الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله يحيينا الله تنشوفوا، ماشي نشوفوا غير روسنا، نشوفوا فرق اخرى تتعطي اعمال في المستوى ان شاء الله. ودائما الفنان المغربي قادر يعطي بزاف الحوايج، اشنو اللي خصو التشجيع والدعم. راه الفنان المغربي ولا الرياضي المغربي ولا المثقف المغربي شنو اللي خصو يامنوا به الناس المسؤولين على الشان الثقافي والفني في المغرب. وهو كورونا ماشي دارت أزمة الفنان بوحده، دارت أزمة للعالم، ماشي غير المغرب، العالم كله وقف بهذا المشكل ديال كورونا. ولكن في نفس الوقت كان اجتهد، وكان كاين اللي كيكتب دابا، كاين اللي كيوجد ما من بعد كورونا إن شاء الله. ف ما عندك ما ندير، هذه جائحة ماشي دارت على المغرب، دارت على العالم كله، ما عندنا ما نديرو إلا نصبرو ونتمنوا من الله أنه تزول هذه الجائحة ونرجعوا للأيام السابقة، ونرجعوا للإبداع، ونرجعوا نديروا حوايج مزيانة، ونديروا عروض، ونديروا الجوالات. جمهور أنفاس والجمهور المغربي قاطبة، كنشكركم لولا الدعم ديالكم، لولا الحب ديالكم، لولا يعني التشجيع ديالكم ما كناش نكونوا. فانتوما هما اللي كتحطونا في الصوره، انتوما هما اللي كتدعمونا، انتوما هما اللي كتشجعونا، انتوما قوه ديالنا كبيره جدا. فكنشكركم، وكنتمنوا جميعا ان يرفع علينا الله هذه الجائحه و
ويرجع المغرب كما كان ويرجع العالم كما كان وترجع نتصلوا بعضياتنا ونشوفوا بعضياتنا ونبركوا مع بعضياتنا بدون خوف بدون توتر.